الشابوت كريما او الشابوت البيضاء او الشابوت طواي. دخلناها على سوريا من حوالي 10 سنوات وكان نجاحها باهر جدا وقادره تحمل سقيه حتى 3 درجات. والحمد لله نجحت نجاح باهر في سوريا وبلشنا نشتغل عليها على مستوى الساحه السوريه. وين اصلا؟ وين اصلا؟ تايلاند. ما لقيتوا صعوبة إنه لما دخلتوه على سوريا؟ أكيد لأنه لقينا صعوبة حتى بإدخال البذور، ولكن كان تكاثر البذور أسهل علينا وعطت نتائج باهرة كونا اشتغلنا عليها عن طريق البذور. طيب شو اللي خطر فيكم إنه تجيبوا البذرة وما كان عندكم شك إنه بدها تصير ما حتصير؟ كانت تجربة ببداية؟ كانت تجربة كبداية وكانت عبارة عن هواية. هواية. تدخيل بعض الفواكه الاستوائية على سوريا. والحمد لله شغلنا بالبذور قدرنا نحصل على سلالات افضل وتعايشت مع يعني انتم بدايه جبتوا البذور؟ جبنا بدايه البذور وبعدين حصلتوا على سلالات يعني هجنتوا؟ بعد منا اشترينا الشجار مطعوم من برا وقدرنا نطعم الشتول البريه على البذور على الشتول اللي جبناها من برا كونها هي الشتول البريه انتجت في سوريا عن طريق البذور. يعني كنا نجيب من كل صنف شتي جوي مطعم داخلي نجيب بذور بري بذري اكيد رح تتاقلم افضل من الشجره اللي جايه من خارج. يعني انتم بداتوا من الصفر بابسط ابسط الوسائل والامور. طيب كم بذري البدايه؟ كم بذري جبتوا؟ حوالي 10 بذرات فقط لغايه. من كل نوع؟ من كل صنف. وكم صنف جبتوا اول مره؟ جبنا حوالي 10 اصناف، في منا نجحت في منا اللي ما نجح مثل المانجوستين هو عباره عن فاكهه تصنع منها 42 مضاد حيوي ولكن ما قدرت تتلائم مع جو البيئه حتى على البذور لانه بدها درجات حراره من 12 فما فوق حتى بالشتاء على مدار السنه. على مدار السنه. طب نحن ما عندنا بكساب وبصنف في هي ما في عنا لأنه عنا درجات حرارة وصلت دنت في 2016-2017 في الساحل السوري أنا بعتبره هو نكس الساحل السوري وبالإضافة للشيء الثاني اللي أنه أنا صح كانت نكسي ولكن استفدنا منه أنه حققنا هذا نجح بسوريا هذا ما نجح صنفنا الفواكه الاستوائية اللي ممكن تجي عنا في 2016-2017 مثلا السابوتا كريما أو السابوتا وايت نجحت المرداسيا او العنب الصيني كمان الحمد لله وعطت نتائج رهيبه جدا نجحت الكرامبولا او فاكهه النجمي نجحت الجامبوز او تفاح الجني انواع من القشطه الحمد لله نجحت نجاح باهر انواع من الافوكادو من حوالي من 26 صنف قدرنا نحصل على 3 اصناف ممكن تتاقلم وتعطينا نتائج اقتصاديه رائعه جدا وتتحمل درجات حراره منخفضه تصل حتى. طيب شو نسبة هلا زراعة الفواكه الآسيوية اللازقية؟ يعني العالم من كثر الشيء انه تنجو عند ناس لحتى تشتغل فيها. تتعمم التجربه بشكل مزاري. طيب انت بتسمع انه الناس مثلا تشيل الليمون وتزرع بدل؟ لا 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 ما بطمح انه تشيله ولكن بطمح انه يكون رديف لحم. احنا بنطمح نكون رديف لحم. طيب ماشي احنا رح نحل المشكله اذا هلا المزارعين اللي باللاسلكيه عم يسمعونا او بسوريا كونه حضرتك الموزع او المسؤول الاول والوحيد بسوريا عن الفواكه الاسيويه. لا 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 ممكن. لا ما انت كنت الاول الوحيد. لا لست الوحيد في احسن مني ناس احسن مني لست باللاسلكيه. لا طيب ماشي بناء على رده. لا بناء على رده انا عرفت الاستاذ احمد غانم انا عرفته عن طريق النت انه هو الوحيد ببلاد الشام الموزع. يعني انا كان بدي نوع من انواع الصبار لحتى ازرعه عندي وكتره واللي هو التنين
التنين. فأنا لما دورت، لما أنا دورت إنه هو موجود بسوريا مين اللي موزع، أنا كنت حروح لعنده حتى لو بالشام. فهو طلع عنا باللاذقية هون. فلما حكيت معه اللي فهمته أنا من لما أخذت رقم تليفونه إنه هو الوحيد الموزع في سوريا. لما إجيت عرفت إنه هو الموزع ببلاد الشام، يعني لبنان، الأردن، سوريا. وبعدين عرفت إنه هو الفواكه الآسيوية، وهون باللاذقية هي أكبر مزرعة لتكسير وبيع الفواكه الآسيوية، هو موجود هون بالفصول الأربعة. فأنا كان سؤالي بناءً عليه وجوده هي فاكهة التنين اللي اسمها دراجون فروت. هيدا الدراجون فروت هي لونها مغري جميل جدا، يعني هيدي مثل لون حمرة ولا لون فستان زهرة. أنا مبسوطة أنه حصلنا عليه. هلأ بدنا ناكل، ممكن نقطعني. هلأ بدك تحكي لي عن فوائدها بس عفوا نحن هلأ نحن أنا اللي قرأت أنا عنه كتير. أنا إجيت لحتى أخذ شكلي منها لإلي للبيت لكبر مجموعة الصبة، وجايب الكاميرا أنا لحتى أصور إنه أنا كيف بزرعوها وكيف منكترها، وأخذ المعلومات يعني مشان نشرب من رأس النبع من الأستاذ أحمد. إجيت لهون لحتى أخذ منها شكلي وأشرح عنا بالبيت إنه أنا كيف بدي أزرعها. بس طلع ما شاء الله هون يبدو إنه أنا رح صور كثير هون فيديوهات عند الأستاذ أحمد غانم. طلع هو مرجع لكل المزارعين ولكل المشاريع الحديثة بالفواكه الآسيوية وبالصبار، وأي شيء جديد هو موجود هون. بالنسبة للفواكه الغريبة اللي داخل سوريا هلا كلياتها مشرفة على العلاجات، مضادات الأكسدة للاكتئاب، للحالات النفسية، للأمراض للبشرة، للتجميل، داخل بكل شيء. فأنت لما بتجي هون على المزرعة هون على المشتل، أنت رح تتعالج نفسيا. مجرد وجودك هون في الطبيعة والنفوس الطيبة والزرع الجديد اللي علينا، رح ترتاح نفسيا، رح تحب الشغل هون، ورح تصير مزارع بلا شغل، رح تشفى من مرضك. فأنا بنصح كل اللي عنده طريق أو يوم عطلة وجاي على اللاذقية على طريق جبلة مقابل معمل مرتكوش، بتوصلوا للأستاذ أحمد غانم أبو رمزي. هلأ هي إحنا أمام شجرة سابوتا كريما أو سابوتا وايت. هلأ اللي في شيء مهم بدنا نحكي عنها إنه هي بتعطي موسمين بالسنة، موسمين كيف صيفي شتائي ولا على الربيع والخريف. الربيع والخريف بنهاية الصيف في موسم وبنهاية الشتاء في موسم. بيختلف موسم الصيف عن الشتاء يعني من حيث العطاء، لا الجودة، نفس الجودة وحتى نفس الكمية، نفس الكمية ممكن تعطي حسب الخدمة، ممكن تعطينا حسب الخدمة. طيب كيف خدمتك بتتغير ما بين المكان والثاني أو بين الليمون وهي بين الزيتون؟ يعني كخدمة فينا نصنفها من أشجار خدمتها بسيطة جدا، حتى أغلب الطبيعية خدمة بسيطة جدا. إذا خدمة بسيطة ليش حسب الخدمة؟ يعني شو اللي بيميزها؟ شو اللي لازم نعملها؟ أنا وقت بدي إنتاج بسيط، بدي أقسم بشكل بسيط. تقصد أنت الأسمدة؟ أيوه الأسمدة أو الأسمدة الطبيعية، لأنه نحن نحن معتمدين دائما على الأسمدة الطبيعية. ما معتمدين على التمر؟ ما أنا هذا كان سؤال بدي توجهه لحضرتك، يعني على الزراعات إنه نحن إذا بدنا فاكهة، كوني هلا الكل عم يرجع بالعلاج الغذائي تحت عنوان شفائك بغذائك، فنحن لما بدنا نجيب الخضرة والفواكه، آسفين للصوت لأنه على الأستراد، لما عم نجيب الخضرة والفواكه الناس عم بتدور على الطبيعي يلي ما داخله أبدا أسمدة
كيماوية ولا رش كيماوي. نحن حاولنا من 3 سنوات بس عفوا اقصد انه هيدي الفاكهة الآسيوية او خلينا هلا امام هيدي الشجرة انه نحن بس سماد طبيعي عضوي داخل المواد الثانية ممكن اي مزارع. شو المواد الثانية اللي ممكن تنضاف؟ نحن بنحل 3 مرة عم نحول لمواد طبيعية الأسمدة الطبيعية العضوية. نحن عم نعتمدين من 3 سنوات على انه نحن لازم زراعة نظيفة، زراعة عظمية، خالية من كل شيء. اعتمدنا على الأساس وبلشنا بالشغل، لاحظنا أنه حتى الشجرة تقبل هالشيء أفضل، وصار عندها مقاومة أفضل، مقاومة للأمراض، مقاومة للحشرات، لكل هالأمور أكثر من يعني أكثر من مكان أصلاً. إيه كان أكثر مكان. يعني أقل عرضة للمرض. إيه أقل عرضة للمرض بأي شيء، حتى لدرجات الحرارة البرد. طيب سؤال أنت كيف هيديش؟ وحتى صار تطلع شو عمرك؟ أنا عندي حوالي من اي سنه بتعطي السنه الثانيه لازم حتى في شجر عندي من السنه ماشي غير المواد العضويه انت شو حطيتي هلا هون عباره عن شو خلطه طبيعيه مواد طبيعيه هي مزروعه بعلبه يعني مو بالارض خلطه طبيعيه اضافه لمواد يعني كله سماد عضوي كله سماد عضوي مخلفات عضويه بنحولها ل مثلا لا اسمي دي بنشتغل عليها بالحمرة. طيب والسقاية كل اسبوع مرة حسب نفوذيه التربية يعني قادرة هاي تنقعي شجرة ممكن تزرعي انت بتربية غير حتى نفوذيه ممكن ترجع يعني ايه بس الاسمي دي ولكن هون دائما استوائية بشكل عام تعتمد على نفوذيه التربية كل ما كانت التربية نفوذي اكثر كل ما عطتنا نمو سريع وتعطتنا ثمار افضل. طيب هلا هي الشجره بتنزلها بالجبل؟ ممكن انا ضيافه جبليه بس انا ممكن ابدا ازرعها ممكن تزرعيها عندك اذا عندك ما في تحت 3 يعني اذا 4-0 ما بدفع اما 3 فما فوق انا مستعد وانا بدفع حق الشجره مهما كان اذا ما نشفت بدرجه حراره الاول والحراره الاعلى القصوى حتى الخمسين جونة حتى الخمسين جونة جونة لازم تكون حتى الخمسين ممكن هذه تصير بالمدن الداخلية بسوريا؟ ممكن إذا ما في صقيع درجات حرارة منخفضة توصل أكثر من 4 يعني بتنزرع بكل أنحاء الوطن العربي ممكن تنزرع بكل أنحاء الوطن العربي هي والبمبوزي العنب الصيني يعني نفس أنا أقصد هي الفواكه الأسيوية اللي هلا هلا هي بتنزرع بكل الوطن العربي ما فيني أجزم لأنه حتى عندي مناطق عفوا عندي مناطق بالساحل السوري ممكن تزرع فيها مثلا عندي مناطق هون بالساحل عم تنخفض درجه الحراره والشتوي قريبه من الانهار لاكثر من 4 فهون كمان انت بتقصد السقيع يعني السقيع طبعا يعني الاراضي والمناطق اللي هي معرضه للسقيع هي مقصد هلا هو بس عاده عفوا ابو رمزي حتى الليمون ضل عندنا نحن عرض بالساحل الليمون بس انه حتى الليمون بس السقيع طبعا يعني معرض معرض ما في شيء غير معرض ولكن له درجة تحمل له درجة تحمل إن كان حمضيات وغير حمضيات يعني فينا نقول الشانس بيلعب دور؟ لا لأنه حتى البيوت البلاستيكية أحيانا اليوم عم تنضرب ويخرب الموسم كون وإرادة الله أقصد في البيوت البلاستيكية أحيانا عم تنضرب بيوم صقيع ساعة صقيع وعم تنضرب وعم بيروح الموسم عم يأثر على الفلاح هون غلط طيب غلط انا ايه غلط بيدي انا اقصد انه حتى البيوت البلاستيكيه اللي هي بيئه مصغره محميه ممكن تنضرب هي ممكن تنضرب ممكن تنضرب ما في شيء لا ممكن يعني بنرجع لنصرت الشانس بتقول اذا انضربت ممكن يعني ممكن, ايه ممكن تنضرب بس هون في هلا طالما نحن عم نشتغل على الزراعه الطبيعيه عم نلاقي نتائج ممتازه يعني في مقاومه للنبات بشكل عام طالما عم نشتغل على البذور ونبات البذور بسوريا عم نلاقي نتائج مرعبه انا ما كنت متوقع بحياتي طيب شو شعورك انك انت جبت البذور الاسيوي وظبطتها وزرعتها وهجنتها وكثرتها ما عندي وهلا صرت انت مركز تهجين ما فينا نهجن نحن عباره عن تطوير انت في بدايه الحديث نحن طلعنا اصناف جديده تأكيد هذا تهجين سألتك تهجين لا 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 مو تهجين تطوير نحن كيف وقت جبنا البذور طلعنا كل نوع من البذور 5 مجموعات كل صنف من البذور نجمع نزرع بذرتين
ونقارن ما بين نمو هي البذره ولا هي البذره، وكل وحده بتربى مختلفه وباجواء مختلفه لحتى غيرت الاجواء ايه لحتى نحصل على افضل نتائج. عم تبحثوا عن عميل؟ ايه شو القصد؟ لا نحن تطوير ممكن انا تطوير بواسطه التطعيم، تطوير بواسطه التطوير انه تشكوها بريه وتطعمنا وعن طريق الجسر. طيب ابو رمزي، بالنسبه لسابوتا وايت، سابوتا كريمه، سابوتا وايت، هلا هي عمرها 5 سنين، شو سعرها؟ حوالي 50,000 سوري، يعني حوالي 100 دولار. شو بتنتج كم كيلو مثلا؟ في موسمين، كم موسمين؟ حوالي 15 كيلو. شو بتنباع لبسوريا؟ هلا الكيلو 5000 ليرة أو 5000 يعني متوفرة، يعني 10 دولار الكيلو، 15 كيلو بالموسم، 30 كيلو بالسنة. حلو. بس من عمر السنتين هي بتبدأ تعطي، بعمر السنتين هي لما بتبدأ تعطي كيلو. في شكل بالسنة بينباع عمره سنة؟ ايه طبعا. شو سعره؟ عمر سعر الشكل بيجي حوالي 10,000، يعني من 8,000 ل 10,000، يعني من 8,000 ليرة سورية لل 10,000 صار الغرسة بعمر السنة، بتعطينا الثمار بعمر السنتين. هل في انا اخر وحده ساعه بجنين لو بين البيوت بين الحيطان وفقط بحط لها سماد عضوي فقط؟ لا. طيب سؤال، هلا هي تطعيم ولا تركيب؟ تطعيم. طيب رح يكون لنا حديث ثاني عن الترقيد. الترقيد ممكن احنا نتعرض لانه الترقيد معناته هو شيء بني، رح احكي عنه بالفيديوهات الثانيه. طيب احنا هلا رح نخلص مع هيدي الشجره بهيدا الفيديو، وتابعوا معي في القناه على انواع اشجار ثانيه. ما في الا انكم تعملوا اشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم جديد. اذا حبيتوا الفكره اعملوا لي لايك، اذا حبيتوا شغلي اعملوا لي لايك. شكرا، باي. احنا مكملين معه بمشروعه وبالشرح عن الفواكه الاسيويه الموجوده في سوريا، هي هلا صارت جديدة بكل الوطن العربي. شكرا كثير ابو رمزي، ابو احمد، مع السيد احمد. نحن هلا باي.